بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي أبنائي وبناتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو أن تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة، وعيد مبارك سعيد، وكل سنة وأنتم طيبين. فبعد تغيبي لأسبوع كامل، ها أنا قد عدت إليكم ومعي عشبة لطالما طلب مني بعض إخواني وأخواتي المتتبعين لفيديوهاتي، ونزلا عند رغبتهم بإنشاء فيديو عن عشبة المقرمان، وكذلك بعض الإخوة الذين التبس عليهم الأمر بين عشبة المقرمان وعشبة شيخ الربيع التي ذكرت في فيديو من فيديوهاتي. فها أنا قد لبيت طلب إخواني وأخواتي، وأتيت بعشبة المقرمان مع أخواتها وببعض التفصيل عنها وأنواعها وفوائدها. وقبل أن ننتقل إلى الشرح، أترككم مع هذا الفاصل وسنعود بإذن الله. ادعمونا بارك الله فيكم بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، والإعجاب بالفيديو ومشاركته مع الأحباب والأصدقاء. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشبة المقرمان عشبة معمرة، يعني تنبت من الجذر، يبدأ نموها في بداية فصل الربيع وتزهر في الخريف. عشبة يصل علوها من 80 سنتيمتر إلى 1.20 سنتيمتر. أوراقها خضراء غامقة، تخرج من سقانها أزهارا كثيرة صفراء. فالمقرمان تسمى بالأمازيغية أمقرمان، وتسمى بالعربية الراسن، والجناح، والقسط الشامي، والزنجبيل الشامي، وعين الحصان، وحزنبل، والجناح الرومي، والجناح الشامي، وبعضهم يسميه قسط لتشابه جدر المقرمان بجدر القسط، ونقول له باللغة العامية في المغرب ترهلة، وكذلك الطيون. المقرمان في الطب القديم، قال ابن البيطار في كتابه الجامع: راسين هو الجناح بلغة أهل الأندلس، وقال ديسكوريد: هو الأينون، له أصل عظيم يطيب الرائحة، فيه حرافة ياقوتي اللون، ويكون في مواضع جبلية فيها شجر رطب، وأصله يقلع في السيف ويجفف، إذا شرب طبيخه أدر البول والطمت، وإذا عمل منه مع العسل لعوقا واستعمل وافق السعال وعسر النفس الذي يحتاج معه إلى انتصاب. ومعنى الانتصاب هنا هو أن يرفع المريض صدره ويستقيم ظهره عند التنفس، ويصلح جدر الراس كذلك إلى شدخ العضل والنفخ ونهش الهوام، وطبيخه إذا طبخ وتضمد به وافق عرق النساء، وإذا ربي أصله، يعني إذا طبخ جدر المقرمان جيدا ثم اعتصر ماءه وأضيف إليه سكرا أو عسلا ثم طبخ حتى ينعقد، قال: وإذا ربي أصله كان جيدا للمعدة. وقال ابن سينا: ينفع من جميع الآلام والأوجاع الباردة وهيجان الرياح والنفخ، والدماض بورقه نافع لشدخ العضل، ويحلل الشقيقة البلغمية وخصوصا النطولة، وهو مما يفرح ويقوي القلب. ومن تعهد استعمال الراسن لم يحتج إلى أن يبول كل ساعة. وقال الغافقي: يقطع الأخلاط والبلغم ويهيج الباها، وينفع من اختلاج المفاصل الحادث من الرطوبات. وقال داود الأنطاكي: الراسن يسمى حزنبل، ويقال له الجناح الرومي والشامي، وبعضهم يسميه قسطة لتشابه بينهما، وهو أصل خشبي بين ياقوتية وخضرة، تتفرع عنه أغصان ذات أوراق عريضة، وطعمه بين حرافة وحدة، عطري الرائحة. وقال: هو من أكبر أدوية المعدة، ويهيج الشهوتين، وينفع الكبد والطحالة واسترخاء المتانة والبول في الفراش وأوجاع المفاصل والظهر وحبس الطمت،
وأمراض الصدر كالربو والرأس كالشقيقة شربا، ويحلل الأورام طلاء، وينفع من النهوش مطلقا، وإذا استحلب حبه أبطأ الإنزال مجرب. وإذا تدلكت به النساء كان غمرة أو غمرة عظيمة، ومع العسل يحلل سائر الآثار، ويربى فيكون غاية، ويخلل فيهضم ويهيج الجوع، يعني يفتح الشهية. المغرمان في الطب الحديث، والمغرمان فيها أنواع كثيرة، ولقد عملت ما في وسعي لأقدم لكم بعض الأنواع بأسمائها وصورها، لأن هذه الأنواع لها تقريبا مفعول واحد وتختلف بحسب المناطق التي تنبت فيها، وسترون هذا واضحا من أسمائها. المغرمان رقم واحد، اسمها العلمي إينولا غرافيولونس، وكذلك إينولا إينيليوم، واسمها بالفرنسية أوني أوفيسينال ولا غروند أوني وكذلك إينيل أوني. فهذه العشبة موجودة عندنا في المغرب ونقول لها ترهلة. وهذه المغرمان رقم اثنان، اسمها العلمي إينولا فيسكوزا وكذلك ديتريشيا فيسكوزا، اسمها الفرنسي إينيل فيسكوز، وكذلك هذه العشبة موجودة عندنا في المغرب بكثرة وبنفس اسم الأولى. وهذه المغرمان رقم ثلاثة، اسمها العلمي ديتريتشيا غرافيولينس، اسمها بالفرنسية إينيل أودوغونت وكذلك إينيل أفورت أودور. وهذه العشبة تشبه إلى حد كبير العشبة المسماة شيخ الربيع، إلا أن أزهار شيخ الربيع بيضاء وأزهار المغرمان صفراء، حتى أن أسماءهما متقاربين في اللغة الإنجليزية. المغرمان اسمها باللغة الإنجليزية سينكين فليبين، وعشبة شيخ الربيع اسمها بالإنجليزية فليبين أوف كندا، قاسم المشترك بينهما وهو كلمة فليبين. وهذه المغرمان رقم أربعة، اسمها العلمي إينولا كونيتزاي، اسمها بالفرنسية إيرب أوموش وكذلك أوي دو شفال، وهذه هي المسمات بعين الحصان. المغرمان رقم خمسة، اسمها العلمي إينول كريتمويد واسمها الفرنسي بيرس بيير. المغرمان رقم ستة، الاسم العلمي إينولا مونتانا، الاسم الفرنسي إينيل دي مونتاني، يعني مغرمان الجبال. المغرمان رقم سبعة، اسمها العلمي إينولا بريطانيكا، اسمها الفرنسي إينيل دانجلتير، يعني مغرمان بريطانيا. المغرمان رقم ثمانية، اسمها العلمي إينولا ساليتشينا، اسمها بالفرنسية إينيل أفي دو سول، يعني المغرمان ذات أوراق الصفصاف، يعني أوراقها تشبه ورق الصفصاف. يستعمل من عشبة المغرمان الأوراق والزهور والجدر. يحتوي الجدمور على من 1 إلى 3% من الزيت الطيار، ومواد مطهرة ومواد مرة والإينولين، وعناصر هلامية وصمغية. خصائصه مضاد للتشنج، مهدئ للسعال، منشط وطارد للديدان. ويستعمل جدر المغرمان في فتح الشهية والتهاب القصبة الهوائية والقوباء ولأمراض المعدة والسعال وارتفاع نسبة البولة في الدم، ويستعمل ضد التقيؤ. طرق استعمال عشبة المغرمان، يستعمل جدر المغرمان للأمراض المذكورة على شكل مغلي، تأخذ 50 غرام من الجدر المقطع إلى قطع صغيرة وتوضع في 1 لتر ماء بارد، يرقد 6 ساعات ثم يغلى 15 دقيقة ثم يرقد 15 دقيقة ثم يصفى، ويشرب منه كأسين بسعة 100 ملليلتر بين الوجبات. ويمكن أن يجفف الجدر جيدا ويدق، ثم تعجن كمية منه بالقدر الكافي من العسل، ويستعمل منه ملعقة صغيرة بعد كل وجبة رئيسية. ويستخرج من جدر وأوراق وزهور المغرمان زيت عطري، والذي يحتوي على أسيتات البورنيل، والذي يساعد على تهدئة تقلصات العضلات التنفسية، ويعمل كذلك على تنظيم معدل ضربات القلب، ويخفف من مشاكل الدورة الدموية كالقلب المرهق والأرق
واضطرابات النوم والتعصب والتهيج وتقلبات المزاج والإجهاد والإرهاق عند البالغين والتشاؤم. ولكن زيت المغرمان لا يسمح باستعماله عشوائيا، فلا بد أن يكون على يد طبيب متخصص. وأخيرا، فعشبة المغرمان عشبة لها تاريخ عريق وفوائد كثيرة، ورغم كل هذه الأبحاث وكل هذا المجهود، فإني لم أوفي بحق هذه العشبة، فإن موضوعها متشعب جدا، لأنه قد عاصر كثير من الحضارات وفيه كثير من الأنواع، والتي يتعذر على رجل مسن مثلي الإحاطة بها جميعها. وبهذا القدر أكتفي، على أمل اللقاء بكم في فيديو جديد وموضوع جديد أو عشبة جديدة. وإلى ذلك الحين، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ادعمونا بارك الله فيكم بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، والإعجاب بالفيديو ومشاركته مع الأحباب والأصدقاء. بارك الله فيكم.